نوحد الحركة الفلسطينية نصرة لهؤلاء المعتقلين، وندعم تحركا لهم داخل السجون الإسرائيلية ليتحولوا قيدا وضغطا على الحكومة الإسرائيلية من أجل إتمام هذه الصفقة، وأيضا من أجل فتح الباب أمام آلاف المعتقلين ليخرجوا من هذه المعتقلات. طيب. دكتور مزيني، أعود إليك، هل صفقة تبادل الأسرى يعني هي مهمة حماس؟ طبعا هي معنية، وفصائل المقاومة معنية لأنها هي صاحبة القضية، لكن هل يفترض أن تكون كذلك؟ أم على السلطة أن تشارك هذا الأمر وأن تكون معنية من حيث تحريك الموضوع، لأنه في المقابل هناك 1000 أسير فلسطيني، تركز فصائل المقاومة على هذه النقطة ولا تريد أن تتنازل. ثم هناك كلام عن خطوط حمر، ربما ورد هذا الكلام على لسانكم، ما الخطوط الحمر التي تتمسك بها المقاومة ولا تتجاوزها بموضوع تبادل الأسرى؟ تفضل. الحقيقة يعني أنه قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني كله، والأصل يعني ألا تكون حماس فقط هي من يطالب بالإفراج عن هؤلاء الأسرى، كما قال أخي علي فيصل، يعني لابد أن يكون الجميع هو الذي يطالب بهذا الأمر. وإن حماس عندما قامت بخطف هذا الجندي ما فعلت ذلك إلا لأنها شعرت بأن السلطة، لا أريد أن أقول قد أدارت ظهرها لقضية الأسرى، ولكنها جعلت قضية الأسرى قضية مهمشة للأسف الشديد، ونحن نعتب عتبا شديدا لماذا مثل هذه القضية الوطنية يعني توضع في سلم متأخر من الأولويات. ولذلك نحن نقول أن هذه قضية وطنية، وعندما حماس وضعت الأسماء فهي حرصت على أن تكون هذه الأسماء وهذه القائمة وطنية، فالأسماء فيها مؤبدات من حماس ومن الجهاد ومن الجبهة الشعبية والديمقراطية ومن الجهاد الإسلامي ومن كافة فصائل الشعب الفلسطيني، وليس ذلك فحسب، بل كذلك هناك إخوة من عرب 48 ومن القدس، وهناك الكثير من المقاومين العرب الذين شاركوا شرف الجهاد في فلسطين. ولذلك نحن نقول أن هذه قضية وطنية عامة، ولا بد لكل فصائل الشعب الفلسطيني، ولا بد للسلطة أيضا أن تضغط وأن تطرح وأن تضع شرطا للانتقال إلى المفاوضات المباشرة، هو أن يكون التجاوب والإفراج عن هؤلاء الأسرى. أما بالنسبة للخطوط الحمر فحماس واضح كلامها، ولا يمكن أن تقبل بإتمام صفقة إلا إذا تم الإفراج عن ذوي الأحكام العالية، عن من أمضى فترة طويلة بغض النظر قتلوا 20 قتلوا 30 قتلوا 50، لابد أن يتم الإفراج عنهم، لأن خطف الجندي لم يكن من أجل الإفراج عن ذوي الأحكام الخفيفة، ولم يكن للإفراج عن الذين يعني عليهم قتل بسيط، ولكن من أجل هؤلاء. إن إخراج هؤلاء من الصفقة هو تفريغ للصفقة من محتواها، وبالتالي تصبح معاناة شعبنا لا قيمة لها. نعم. شعبنا عانى 4 سنوات، عانينا من القصف وعانينا من الاجتياحات وعانينا من الحصار، ولذلك لا يمكن هذا الثمن دفعناه. اسمح لي أبقى في الخطوط الحمر، خطوط الحمر، وكيف يعني يعني النظرة الإسرائيلية تجاه شروط حماس أو موقف حماس تجاه هذه النقطة. دكتور كبا، أعود إليك، الخطوط الحمر التي تتحدث عنها قيادة حماس، هل تعتقد يعني بوارد النقاش لدى الحكومة الإسرائيلية، لدى الرأي العام الإسرائيلي، خصوصا وأن تل أبيب تطالب بإبعاد ما بين 100 و130 أسيرا فلسطينيا تعتبرهم خطيرين بين مزدوجين؟ تفضل. يا المتمعن، في الأقوال الأخيرة يبدو وكأنها تعارض حتى عودة 500 الآخرين إلى الضفة الغربية. نعم. تتعلق كيف نفسر الأمور بما يتعلق بالخطوط الحمر، يعني لا يوجد هناك خطوط معلنة، ولكن في صفقات سابقة تم تجاوزها. القضية كما قلت تبقى في هي عملية التفاوض على إتمام الصفقة، هي لعبة عض أصابع، والذي يصرخ أولا هو الذي عمليا سيتنازل عن الشروط والخطوط الحمر التي وضعها. المهم أن الآن في الأيام الحالية انضم إلى هذه اللعبة طرف جديد مؤثر داخلي إسرائيلي، يمكن أن يؤثر كثيرا على تغير المواقف، ويمكن أن يدفع إلى حل يمكن أن يوفر الشروط للبدء بإتمام الصفقة، وقد يكون تكون عملية التنفيذ تتم على مراحل. طيب. الموقف الإسرائيلي الداخلي، أعود إلى هذا السؤال دكتور كبهة، كيف يبدو الآن؟ نتحدث عن موقف كأنه في حالة حراك، هل هو في حالة حراك؟
متقدمة لإنجاز صفقة أم في حالة حراك مصطنعة ربما لإسقاط هذه الصفقة، عدم إتمامها فقط لإرائة الداخلي؟ لا لا، هو في حالة حراك متقدمة كانت قضية أسطول الحرية قد صنعت حراكا معينا أنسى هذه القضية، والمسيرة كان هدفها الأول عدم نسيان القضية، خاصة وأن معظم شعوب العالم منغمس الآن بمشاهدة المونديال والذي عمليا أظل الكثير من الأحداث بظله. فالحراك ما تحدثه هذه المسيرة من تعاطف والتي يراها الناس على الشوارع والتحدث عن الصحف، مصممون مهمون للرأي العام في الصحافة الإسرائيلية المؤثرة يكتبون ويشتركون ويهتمون، وهذا هذه القضية هي كرة ثلج يمكن أن تتعاظم يوما بعد يوم لتصبح عاملا ضارا.